بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. والفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم على قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 23، والخاص بمنظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وإلزام بعض الجهات أو الشركات بتطبيقها. طبعا لو حضراتكم تفتكروا لما جينا اشتغلنا على البلاي ليست بتاعتنا او مفضله الفيديوهات اللي احنا عملناها وضمينا فيها يمكن كل ما يخص ضريبه المرتبات، كنا عملنا فيديوهين قبل كده. عملنا الفيديو الاولاني استعرضنا فيه يعني ايه منظومه توحيد اسس وحساب ضريبه الاجور والمرتبات الجديده، ومين اللي كان بيطبقها في هذا الوقت كنسخه تجريبيه مع المصلحه. وبعدها على طول يمكن بشوية بشهر ولا حاجة تقريبا روحنا عملنا فيديو تاني شرحنا فيه كيفية التسجيل على منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور والمرتبات، وإزاي إن الموظف ممكن يخش ويصدر من عليها قسيمة مرتبات فيها التفاصيل الخاصة بالمرتب بتاعه. النهاردة القرار اللي نزل ده هو تكملة لهذا أو للفيديوهين بالتحديد اللي احنا عملناهم قبل كده، واللي فيهم ألزم وزير المالية كويس بعض الجهات او الشركات بعدد 17 جهه او شركه بتطبيق منظومه توحيد اسس ومعايير حساب ضريبه الاجور والمرتبات اعتبارا من 15/3/23، يعني بكره ان شاء الله مفروض هذه الجهات تكون جاهزه انها تلتزم ب وجودها في ضمن منظومه توحيد اسس ومعايير حساب الضريبه. كمان القرار قال ان ممكن جهات تانيه ما تكونش وارده بالكشف دوت خلاص، وتطلب انها تطبق منظومه توحيد اسس ومعايير حساب ضريبه الاجور والمرتبات. وجه كملحق للقرار جم بيان بالجهات او الشركات الخاصه بالمرحله الاولى، زي ما حضراتكم شايفين دي الشركات وارقام التسجيل الخاصه بيها. طبعا فيها شركات كبيره زي مثلا او جهات كبيره زي مثلا مستشفى مصر الدولي، البنك التجاري الدولي، توشيبا مثلا، اتصالات مصر، شركة سيتي ايج للتطوير العقاري، يعني في طبعا شركات واخد بال حضرتك وجهات كبيرة في هذه المرحلة، ويمكن بعض منها كانوا من ضمن الفترة اللي حصل فيها حاجات تجريبية او زي ما بيقولوا كده مرحلة تجريبية لهذه المنظومة. فطبعا اذا كنت حضرتك واحد من ال 12 دول فحضرتك من بكره مفروض انت ملتزم بالانضمام والتواجد على وتطبيق منظومه توحيد اسس ومعايير الضرايب. ولو حضرتك عايز تلتزم طوعي فبرضه حضرتك هتقدر ان انت ترجع للفيديوهات اللي احنا لسه قايلين عليها وتقدر تعرف طريقه التسجيل واخد بال حضرتك، او لو انت هيجي لك بعد كده الزام من اي نوع فبرضه واخد بالك او هصدر اسمك لاحقا، فبالتالي برضه حضرتك تقدر ترجع لهذا الفيديو والفيديو اللي قبله وتعرف هنا ازاي تخش جوه المنظومه وازاي تسجل في هذه المنظومه الجديده اللي هو تباعا يعني هيبتدي ينضم ليها يمكن معظم الممولين او المسجلين زي ما احنا بنقول. ده كان فيديو سريع لتوضيح ما تم اصداره النهارده في ظل متابعتنا للقرارات والتعليمات. يا ريت لو عندكم اي اسئله تسيبوها لنا في الديسكريبشن او على صفحتنا على الفيسبوك، وان شاء الله نقدر نرد عليها في اقرب وقت. متشكر ليكم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.